المشاهدين الكرام، مشاهدي انفاس بريس، تفجرت مؤخرا قضية أخلاقية، قضية مست الصورة العامة أو سمعة الجامعة المغربية، وهي ما يعرف بالنقد مقابل جنس. لهذا الأمر سوف نناقش مع الأستاذة مريم جمال إدريسي هذا الأمر. هذا أستاذة مريم جمال إدريسي، أهلا وسهلا ومرحبا بك. شكرا لك على هذه الدعوة، وشكرا لاهتمام الإعلام بهذه القضية التي نعتبر وجود الإعلام فيها شيء أساسي ومهم جدا لتنوير الرأي العام. نعم أستاذة مريم جمال إدريسي، أنت محامي أصيلة للضحايا وأيضا محامي بهيئة الدار البيضاء، وأيضا في نفس الوقت حقوقية وناشطة في الجمعية المغربية لحقوق الضحية، عضو مؤسس وعضو مكتب تنفيذي. طبيعة الحال لنا شرف في تبيان هذا الأمر. هذا يعني كيف عالجتوا هذا الأمر أو كيف تلقيتوا وأنتم أيضا كنتم نصيرا دائما للضحايا؟ أولا لابد من التذكير بأن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا فكرة تأسيسها كانت نابعة من ملفات وقضايا كانت رائجة أمام المحاكم تتعلق بضحايا الاعتداءات الجنسية، ونظرا لما لاحظناه ورصدناه من مجموعة من الخروقات يعني على مستوى الإجراءات فيما يتعلق بإنصاف الضحايا، وحينما أقول الخروقات لا أنسب الأمر إلى القضاء وإنما أنسبه إلى التشريع، يعني المشكل هو مشكل عدم وجود عدالة أو مساواة بين المركز القانوني للضحية والمركز القانوني للمتهم، وبالتالي كنا مضطرين لبذل مجهود كبير من أجل توفير سبل الانتصاف أمام القضاء الذي ينظر في مثل هذه القضايا. الإشكال الأكبر والأعمق والذي نعتبره ذو خطورة ويستوجب منك مجتمع مدني التدخل لتصويبه أو الإسهام في تحسيس المجتمع بخطورة مثل هذا النوع من القضايا هو يعني أحكام القيمة والأحكام المسبقة ويعني والأحكام التي تنهل من عقلية ذكورية، عقلية غير منصفة للضحايا في مثل هذه الملفات، حيث دائما نجد أن ضحية الاعتداء الجنسي تتوجه إليها سهام اللوم والسب والقذف والتشهير والتنمر، لا لشيء إلا لكونها امرأة. ونحن نعلم لأننا نحن مواطنة ومواطنين في نهاية المطاف، نعلم أنه دائما يتم النظر إلى المرأة في قضايا الجنس أو قضايا الاعتداءات الجنسية أنها تتحمل مسؤولية، شاءت أم أبت سيحملها المجتمع المسؤولية. كثيرة هي السيناريوهات أو يعني التهم التي توجه للضحية، كانت تلبس بهذه الطريقة، ربما هي التي أغوته أو أغرت، طريقة اللي كتزين بها، هذه كلها يعني لا تعكس الحقيقة، لأن أمام المحاكم هناك قضايا عدة كانوا الضحايا ديالها، إما واحد المرأة عجوز، وهنا أين يمكن يعني إحنا قواعد هذو كيتسموا، إمرأة عجوز، طفلة أو طفل، محجبة أو منقبة، يعني المسألة لا تتعلق بطريقة اللباس أو بمظهر أو شكل الضحية أكثر منها أنه إجرام ويبقى إجرام. نعم، الآن إحنا بصدد ملف اللي هو ملف مرتبط بالصورة العامة أو سمعة الجامعة المغربية، يعني أمام واحد الفئة اللي هي هشة، اللي هي فئة الطلبة أو الطالبات على العموم، يعني واش كاين شي خصوصية لهذه الفئة هذا في تعرضها للابتزاز الجنسي؟ أكيد، وخصوصا أمام أستاذ متهم طبعا. أكيد أن هناك خصوصية، وقد قلتها في سؤالك حينما تقول فئة هشة، إحنا كنا نعرف مسبقا أن المؤسسات يعني التعليم العالي هناك عدة مؤسسات خصوصية وعمومية، في الغالب الأعم الطبقة الميسورة الـ يعني الـ الأبناء ديالهم تيمشيو كطلبة إما في الخارج أو في مؤسسات باهظة الثمن، الطلبة أو الطالبات اللي تكون عندهم واحد معدل عالي تيمشيو مؤسسات حكومية اللي كتكون تتشترط الميزة في البكالوريا باش يولجوا تلك المؤسسات، تكون عدد قليل وتتكون الإمكانية ديال التعسف أو استعمال النفوذ صعبة شيئا ما، لأن القسم كله اللي كيقراو فيه يعني تيكون ماشي مدرجات، تيكون قسم، وبالتالي الأمور ستكون نوعا ما صعب جدا، ولو أن هذه المسألة ليست يعني قاعدة ثابتة، ممكن أن تكون هناك خروقات. في الجامعات يعني أو بالخصوص الكليات الحقوق والاقتصاد والكليات الأخرى العلوم الإنسانية تتمشي لها واحد الفئة اللي هي عريضة كبيرة جدا، وكتكون في الغالب الأعم تنتمي لفئات متوسطة وفقيرة، ودائما تتكون السلطة اللي كاينة عند الأستاذ هي سلطة كبيرة جدا ومؤثرة،
معنويا قبل ان تؤثر فيما بعد، يعني لما يتم استعمالها في مآرب خبيثه او مآرب جنسيه او ابتزاز او الى غير ذلك من الامور. وبالتالي ما يمكنناش نخرجوا من الاطار ان هناك بالفعل هشاشه وضعف وحاجه وفقر ويعني وضعيه غير متوازنه مختله لا يمكن للطالبة أو الطالب إلا أن يكون تحت رحمة هذا الأستاذ الذي قد يكون السبب الرئيسي والمحوري في تحديد مصيره، لا من حيث النقط والميزات والنجاح ولا من حيث الولوج إلى أسلاك أخرى أكثر أهمية من الأسلاك الأولى في الجامعة. نعم، الآن واش ممكن نقول بأنه إحنا أمام واحد القضية اللي هي ما يسمى بالنقاط المنقوله جنسيا كما عبرت عليها في احد المقالات ديالك. هذا وضع اللي هو غريب، المفروض دائما كنكرهوا انه الجامعه تبقى فضاء مفتوح ومناره علميه. كيف تحولت بعض ما نقولوش كل ولكن بعض المؤسسات الى وكر لهذا الابتزاز الجنسي الخطير؟ كما قلت هذا استثناء والاستثناء لا يقاس عليه. من باب الانصاف لابد ان نوجه الاساتذه الافاضل كل التحية والتقدير لأنهم تركوا لنا في مسارنا بصمات إيجابية، وهم الذين يعني ساهموا في صناعة نخب قوية، وهم الذين ساهموا في توفير أطر بشرية مهمة يعني لمناصب مسؤولية نجحت نسبيا أو كليا، ولكن على العموم لأن العمل البشري يبقى بشريا. لكن الدور ديال الأستاذ هو دور مهم ومهم جدا. هذه الاستثناءات هي مؤشر خطير على مستقبل الجامعة ومستقبل الوطن. أنا قلتها في مقال. لماذا قلتها في مقال؟ لأن الأمر ليس بهذه يعني بهذه السهولة أو بهذه نظرة أو الزاوية التي يمكن أن نعالج منها إشكالية النقاط مقابل الجنس في الجامعة. المشكل ليس فقط هو عمل جرمي يستوجب تجريما وعقابا وإنصافا للضحايا، أنا لا أرى الموضوع من هذه الزاوية، أنا أرى الموضوع من زاوية أعمق وأكبر، لأنه حينما تنتج لي نخبا بطريقة يعني لا عادلة، بطريقة غير صحيحة، نخب مزورة من حيث الدبلومات والشواهد والنقاط، يعني قلت أن هناك سيناريوهات كثيرة وركزت فقط على ثلاث سيناريوهات، يعني إما أن الطالبة تقول لا، وهذا ما حدث في ملف فسطاط حيث أنني أنوب عن طالبتين كانت لهما الجرأة للقول لا، وما هي النتيجة؟ النتيجة أنه تم فصلهما دون احترام إجراءات الفصل ودون الاستماع إليهما، حرر في حقهما محضر يعني غش، وتسبب لهما في ضياع المستقبل، سنة دراسية تم حرمانهما من هذه الدراسة، أو أنها ستأخذ نقطة لا تعبر حقيقة عن كفاءتها، وهذا مشكل آخر وهذا ظلم، وأن النقطة ليست بالأمر الهين لأنها مؤثرة في مسارها وطموحها فيما بعد وولوجها لسلك الماستر أو سلك الدكتوراه. دونك هذا المشهد الأول. المشهد الثاني هو أن الطالبة قد تتردد، وبين هذا التردد تقول هل أخضع لهذا الابتزاز الجنسي أم أقول لا، تبقى في وضعية أولا من الناحية النفسية لا تكون في وضعية نفسية مستقرة مما يؤثر على يعني تحصيلها العلمي ويؤثر على مسارها وحياتها ومستقبلها، وقد يؤثر كذلك على نقطتها لأنه حينما تتردد قد يعاقبها هذا الأستاذ المبتز بنقطة لا تعكس يعني كفاءتها الحقيقية. السيناريو الثالث وهو الخطير جدا وأنا لا أقصي هنا صفة الضحية، يعني تبقى الضحية ضحية لا يمكن أن يعني أخرجها من مركز الضحية، تبقى ضحية ولكن خضعت واستسلمت لهذا الابتزاز، وبالتالي قد تأخذ نقطة لا تستحقها ولا تعكس كفاءتها. وهذا ما يدا ينتج مسلسل مسار كله مغلوط مزيف، لأنها قد تأخذ نقطة عالية قد تسمح لها بولوج الماستر وهي لا تستحق، ولو أن الماستر صعب جدا أن تستمر فيه وأنت لست ذو كفاءة، لأن الطريقة التي تلقن بها يعني التدريس والعروض لأنها يختلف عن المراحل الأولى، وقد تتعود على هذه الطريقة ما دامت لم تكسر حاجة الصمت ستبقى منغلقة في هذه القوقعة، ويستمر مع هذا الأسلوب أو هذه الطريقة تصبح هي بدون أن تشعر يعني تطلب
في حياتها مناصب أو مسؤولية أو عمل بأداء يعني الجنس كمقابل، لأنها تعودت أن تشتري الميزات والامتيازات بجسدها، وهذا أمر خطير يجب الحد منه. ونحن نعرف جيدا أن هذا الأمر موجود في الكثير من الفضاءات سواء في مقاولات أو مؤسسات. ملي كنتكلم على العلاقة، هنا كيتطرحنا واحد الإشكال ديال العلاقة بين الأستاذ وبين الطالب. هل من العيب أن تكون طالبة معجبة بأستاذها؟ بالمقابل أيضا حتى الأستاذ يضع هذا الإعجاب في حدود معينة. شوف هنا هذا نقاش في حقيقة موجود، لأن الكثير تقول لك بأن هناك من الطالبات، وحتى سمعنا بأن وزير قال هذا الكلام، وللأسف أن النخبة التي هي المعول عليها لمجابهة هذا الموروث السوسيو ثقافي الذي نعتبره أكل الدهر عليه وشرب، ولكن للأسف لا زال موجودا عند نسبة كبيرة، يعني مثقفين ومثقفات، محاميات ومحامين، ووزراء ومسؤولين، باش نقولها بكل صراحة، وأساتذة جامعيين تهضروا بهذه العقلية ديال هي التي يعني أغوت وهي التي طلبت وهي جاية باش دير هذه الأمور باش تاخذ نقطة. هذه ليست حجة، أنا أقول العذر أقبح من الزلة. من المسؤول عن الحد من هذه المسألة؟ هو الأستاذ. أنت ذو سلطة ونفوذ، ولو تجي طالبة وتعرض عليك خدمات من هذا النوع ما تقبلش، ما عندكش الحق تقبل، لأنك جئت من أجل صناعة النخب والعقول، ما جيتش باش تمارس يعني حياة جنسية خارج نطاقها وسياقها اللي احنا كنعرفوه في إطار الشرعي ولا في إطار المشروعية معروف. خليتي الزوجة ديالك في البيت وجاي كتقول لي أنا ضحية يعني إغواء وإغراء، هذه أمور يمكن نقبلوها من الناس اللي ما عندهمش مستوى ثقافي معين، يمكن نقبلوها من الناس لأن أعتبرهم ضحايا عقليات ذكورية لا زالت سائدة داخل المجتمع، لأنه بغينا ولا كرهنا باقي ما وصلناش واحد المستوى ثقافي معين اللي نقدروا نقولوا الحمد لله تجاوزنا هذه المسألة. ولكن راه لا زالت العقلية، الناس اللي ما قاريينش أو اللي ما عندهمش واحد المستوى، أنا لا أقدم أعذار، أنا كنقول نقدروا نناقشوا هذه المسألة بواحد النوع يعني من الليونة، ولكن مع من هم في مستوى عال ومن هم يعني يسهمون في تطور بالعادة التنصيرة خطيرة جدا، ركزت عليها وسأركز عليها في كل مساري الحقوقي، خطير جدا، لأن هؤلاء الناس راهم كيصنعوا لك المشهد ديال المستقبل، ليس بالأمر الهين، هم من يضعون الأشخاص في أماكنهم وكيوليو كيتسببوا لك في وضع شخص يعني مناسب في مكان غير مناسب او العكس، وهذه مساله خطيره جدا، حذاري، يولي هو تيستغل السلطه والنفوذ لمآرب ضيقه. وانا اقول الانسان اللي ما قدرش يتحكم في الغرائز ديالو وفي المكبوتات ديالو، ما الفرق بينه وبين الحيوان؟ ما الفرق بينه وبين الحيوان؟ ولو ان الحيوانات الا كنت كتفرج في يعني في روبورتاجات اللي كداروا على الحيوانات وعندهم حدود وكاينه حيوانات اللي عندها الوفاء. دونك انا كنقول هذا سؤال، لانه الانسان لف في الشرائع جميعها ولف الاخلاق والقيم الاخلاقيه، الانسان ينضبط العقل ديالو والعقل يحتم عليك يعني ضبط السلوك، ومنين كتولي الاليه بين عقلك وسلوكك مختله يعني لا تستطيع ضبط سلوكك، هذا راه اشكال عميق ويفتح التساؤل يعني من منبعه، كيف اصبح استاذا جامعيا وهو لا يضبط سلوكه؟ يعني المفروض يضبط سلوكه، يعني يرسم حدود. أكيد. ما يمكنش يخلي ديك الطالبه ان ربما كتبقى الطالبه انها باقا ما ناضجاش. نعم. لا مكان للجنس خصوصا الجامعات، وخاطب العقل عقل ماشي جسد جسد. مكان للعقول، مكان لنضج العقول، مكان لترقيه العقول، مكان للتفكير، للبحث عن الحقائق العلميه، لاتباع مناهج يعني مضبوطه، لانتاج نخب قويه، مكان الذي من خلاله وبواسطته ومعول عليه في اصلاح وطن، في اصلاح مجتمع. داخل الجامعه الامر ديال الضحايا ربما لا يقتصر فقط على الطالبات، ولكن كاين شكايات ايضا من استاذه جامعيات، من موظفات، من اداريات، من المسؤولين ديالهم سواء رؤساء شعب. يعني واش الجامعه ما بقاتش فقط غير على الضحايا على الطالبات، ولكن حتى لهاد الاستاذات وهاد هاد الموظفات؟ انا من زاويتي الحقوقيه ساقول ان مره اخرى ان الجامعه ليست مكانا للجنس، وانه لا يليق باي كان ان يجعل من حرم مثل هذا الحرم مكانا تمارس فيه الرذيله. ولكن الامر يختلف ما بين استاذه جامعيه او موظفه وبين الطالبه، لان الطالبه هي اكثر استضعافا
والأكثر هشاشة. دونك بالتالي لا يمكن النظر من نفس النافذة. ملي كنشوف الضحايا كنشوف التجارة بالبشر، ملي كنشوف ضحايا طالبات أرى التجارة بالبشر بالفعل، لأنه حتى لاحظتي معي في المتابعة التي سطرتها النيابة العامة في ملف الجنس مقابل النقاط أو النقاط المنقولة جنسيا في قضية سطات، أنه تم يعني تركيز على أربع تهم أو أربع جنح، اللي هي التحرش الجنسي، ثم التمييز بسبب الجنس، العنف النفسي تجاه امرأة، والتحريض على الدار. وكل هذه التهم إذا ما تم إعادة يعني تكييفها أو وضعها في ضوابط تعرفوها التقنيين في القانون الجنائي، أنه غادي تعمر لنا القالب ديال جريمة الاتجار بالبشر بكل يعني بنيانه وأركانه المادية يعني الركن المادي والمعنوي وحتى الشرعي، لأنه أصبح عندنا نص بعد أن انضبط المشرع الجنائي المغربي مع التزاماته الدولية في هذا الإطار. هناك مشروع يعني كنقول القانون الجنائي، ملي كنقول القانون الجنائي بعدها للتوضيح اقصد به الشقين، لان المفهوم فقهيا يعني الشق الاجرائي والشق الموضوعي. حنا كنقولوا مجموعه القانون الجنائي فيما يتعلق بالشق الموضوعي، كنقولوا قانون مسطره الجنائيه اللي هي الشق الاجرائي. ملي تنقول كاين هناك يعني ملامح ديال التغيير موجود من بينها امكانيه الطعن في قرار المتابعه، سواء بالنسبة لقضية التحقيق أو بالنسبة للنيابة العامة، وهذا أمر مهم جدا، لأنه تعايشنا لسنين مع سلطة ملائمة لا يتم الطعن فيها، ويتم تفعيل سياسة التجنيح التي أعتبرها غير مناسبة في مثل هذه القضايا، لأن على المجتمع الممثل من طرف النيابة العامة أن يكون صارما في دعواه العمومية، وأن يتوجه بنوع من الحزم والجدية لمواجهة مثل هذه السلوكيات التي باتت تشكل ظاهرة خطيرة، وكذلك على القضاء في إطار ما له من سلطة تقديرية أن يكون جريئا قويا حازما، لأن الأمر ليس بالهين، أن القضاء الجنائي هو قضاء اجتماعي في نهاية المطاف، وأن ما ينتظره منه المجتمع هو كبير جدا، وهذا الأمر بالضبط هو خطير وجلال، قلتها وأكررها. لماذا؟ لأن الجامعة هي أملنا في إعادة صناعة عقول أطفالنا وفلذات كبدنا. نعم، بالنسبة لهذا تكلمت أستاذة مريم جمل إدريس على الجرأة والحزم، واش لمستوا هذا الأمر هذا في المعالجة ولا في التكييف القانوني؟ لأنه البعض كيقول بأنه مفروض أن هادو يتابعوا بالتجارة في البشر، والحال أنهم يتابعوا بالتهم البسيطة التي لا تتعدى يعني واحد السنتين. أنا أقول أن الأبحاث التمهيدية التي أجرتها الفرقة الوطنية كانت أكثر جرأة، وأشارت إلى التجار بالبشر في الكثير من المحطات، في حين أن النيابة العامة وهي جزء من سلطة القضائية، الجزء الواقف كما أقول، التي وإن كانت لها رئاسة واستقلت عن السيد وزير العدل وعن سلطة تنفيذية في شخص وزارة العدل، ولكن وهي المكلفة بتنفيذ السياسة الجنائية بطبيعة الحال إلى جانب مؤسسات أخرى، ولكن ما بغيتش نوجه لهم النيابة العامة باش ما يؤخذش مني أنني كمحامية، لأن أنا كنت عندي المكنة القانونية وعندي دفوع يمكن تصيرها في إطار عدم الاختصاص ويكون النقاش والجدل القانوني أمام المحاكم، ولكن سأزيل قبعتها الحقوقية المحامية وأحدثك بقبعة حقوقية امرأة داخل هذا المجتمع تبحث عن ملاذ آمن لأطفالها وأبنائها في المستقبل، أو تبحث عن الأمن القضائي المنصوص عليه في الفصل 117 من دستور المملكة، هذا الفصل الذي كلف السلطة أو كلف القضاء بتوفير الأمن القضائي. أنا أقول أن النيابة العامة عندها سلطة ملائمة، هذا حقها، لا يمكن أن يناقش إلا بقانون، ولكن غادي نهضر على السياسة الجنائية، كيف أن السياسة الجنائية في بعض الأحيان تفتح باب التجنيح، وكيف تم إعماله في هذه القضية. أنا أعتبر أن إعمال التجنيح في هذه القضية هو أمر غير موفق وهو مجانب للصواب. لماذا هو مجانب للصواب؟ لأن هذه القضية لا تشبه قضايا أخرى التي قد يكون التجنيح يعني حل حتى لا نكون قاصيين على بعض المتهمين أو الجنات اللي كيديروا بعض الأعمال
اللي هي الا كيفناها جنايه غتديهم الاعدام بحال كما قلت اضرام النار. تقدر يكون واحد المساله غير بسيطه ويديروا لها شي تكييف ديال الجنيح لان الامر ما فيهش ضرر كبير، ما فيهش ضحايا، ما فيهش مشكل، يقدروا باش ما يديروش الاعدام. ولكن منين نجيو الضحايا مثل يعني هذا راس مال بشري، هؤلاء او هؤلاء الطلبه هما راس مال بشري مهم معول عليه في المستقبل. منين جيت تعطبوا لي نفسيا وتعطيني منتوج غير حقيقي مزيف ومزور فيما يتعلق بالميزات والنقاط، وتخلق لي اشخاص لا يستحقون مناصب ولكن مؤهلين لاخذها لانهم عندهم نقاط او شواهد او دبلومات عاليه، هذا راه امر خطير وخطير جدا. ما يمكنناش نديروا فيه سياسه لينه، سياسه ديال الجنيح، هذا خاصو الحزم. وكنا ننتظر كحقوقيات وحقوقيين نوعا من الحزم في هذا الملف، ولكن على العموم يبقى المجال مفتوحا. ولو انه تم الحسم في شق من هذه القضيه الذي كان يروج في محكمه الاستئناف ويتعلق بقضيه هاتك عرضي انثى بالعنف والذي تم الحكم عليه بسنتين، وللاسف اقولها لانه وان تقدمت بتنازل نحن نعلم جيدا انه في مثل هذه القضايا جنايات لا يمكن ان يؤثر التنازل في الدعوه العموميه، لان الدعوه العموميه تخص المجتمع لا تخص الضحيه. وان تقدمت ونحن نعلم مسبقا انه تحت الضغط والتاثير وتحت كذلك الهشاشه والفقر والحاجه قدمت هذا التنازل، لا يمكن ان الومها ابدا، لا يحق لي ان الومها. هي اخذت التعويض، كان ممكن تاخذ التعويض عن طريق المحكمه او تاخذ التعويض بطريقه وديه كما وقع، ولكن في نهايه المطاف لم يسعفنا الامر لتحقيق التعويض المعنوي لها وللمجتمع المتجسد في عدم الافلاس من العقاب. كسؤال الاخير استاذ مريم جمال ادريسي، الان نحن امام ضحايا حقيقيين، وكاين ضحايا اللي ربما ارتأوا انهم ما يعبروش على المعاناه ديالهم، شنو ممكن نقولوا لهم؟ لهاد الضحايا اللي فضلوا المواراه والتراجل الوراء. انا اقول بان ما دامت الضحيه تنزوي في دائره او في ركن الصمت، ما دامت الضحيه تخاف من ردود أفعال المجتمع التي نراها دائما قاسية ومؤلمة وأنا أشعر بهن وقد أعذرهن، أنا أقول لك لأنه من الصعب جدا تحمل تلك الانتقادات يعني التي تستشعر من خلالها وكأن هناك عداوة بين المجتمع والمرأة أو بين المجتمع وجسد المرأة. ولكن هذا ليس بالحل، لأن يجب أن نفكر بحس نضالي، أن نفكر في مستقبل هذا الوطن. لا يمكن أن تبقى منزوية في ركن الضحية لأنه سيؤثر على نفسيتها ومستقبلها وحياتها، وقد لا تكون منتجة كما نتمنى وكما نريد. ولكن يجب أن يكون التفكير ليس منحصرا في مداه القصير أو المتوسط، بل يكون التفكير في مدى بعيد، يعني أن تفكر بحس نضالي عالي ونحن إلى جانبها، وأنا مستعدة أن أكون إلى جانب أيتها ضحية، أي ضحية ديال الاعتداء الجنسي مستعدة أن أناضل إلى جانبها وأن أتحمل معها كل الانتقادات. فقط لماذا؟ لصناعة مستقبل آمن يتوفر فيه الأمنين القانوني والقضائي ويضمن لنا وللجميع ولأبنائنا على وجه الخصوص تلك الراحة النفسية التي يعول عليها من أجل التحصيل العلمي. شكرا جزيلا أستاذة مريم جمال إدريسي، كنت معنا وأنت عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء والعضو المؤسس للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.